يأتي تنظيم هذه الندوة أولا في إطار احتفال الشعب المغربي بالذكرى المسيرة الخضراء المظفرة وبعيد استقلال المجيد، وأيضا في غمرة احتفال منخرط التعاضدية العامة بصدور القرار المشترك الصادر عن سلطات الوصاية وزارة الاقتصاد والمالية ومديرية الحماية الاجتماعية وزارة الصحة. هذا القرار الذي صدر بالجريدة الرسمية يوم 16/10/2023 والقاضي بإدخال تعديلات على النظام الأساسي للصندوق التكميلي عند الوفاة. هذه التعديلات التي ستعود إن شاء الله بالنفع العميم على منخرط هذه التعاضدية والمتمثل في الرفع من قيمة بالنسبة لقيمة منحة الإحالة على التقاعد إلى 35,000 درهم، ومنحة الوفاة إلى 50,000 درهم، ومنحة مدروس الأيتام إلى 700 درهم، مع اشتراكات طفيفة تمت مراعاة فيها الوضع الاجتماعي لكل فئة. إذن نحن اليوم في إطار محطة من محطات التواصل الاجتماعي التي قلت قبل قليل بأننا باشرناها في عدة مدن من مدن المملكة العلوية الشريفة، والهدف منها هو تسليط الضوء على مضامين هذا القرار. الهدف منها هو جعل المنخرط في صلب هذا التغيير وفي صلب هذا الموضوع لمعرفة ما له وما عليه. كذلك هي مناسبة للمناقشة والاستجابة والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالتدبير ومستوى تنزيل البرامج المسطرة بالمخطط الخماسي 2021-2025 الذي جاءت به الأجهزة المسيرة الحالية. والسلام عليكم.